مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم كاملين. شكرا لكاع الاصدقاء. اهلا لاباس عليكم لاباس عليكم. من بين الوليدات المحظوظين من الوليدات اللي فازوا معنا انت معنا الان مباشره. مرحبا بكم مرحبا بالناس ديال وجده. هي الفكره في الحقيقه مشتركه. يعني كان طالب من عند بعض الاباء ديال الوليدات قال لك علاش لا جاكي ما تنشقشنا وليداتنا، وانا جاتني الفكره جميله يعني ندير شي حاجه جديده اللي ما عمرني درتها في حياتي. يعني كتكون ربما تكون كانطلاقه جديده في هذا العالم ديال الطفوله، لان الاشتغال في المنازل حتى هو عنده واحد الجماليه خاصه. قلت علاش لا ندير عروض من داخل البيت ديالي. وصاحبي وما كديرش لي بيتيز اليوم راه غادي نجيب جويا. ربما كنلقى صعوبه شي شويه في التواصل. كيقدر بعض المرات يكون المشكل ديال الشبكه، بعض المرات كيقدر يكون المشكل يعني ما كنشوفش الوليدات في الحركات. شكرا تبارك الله عليكم. اذا كتبنا لكم وقت